بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد خاص بتلاميذ الثالث ابتدائي رياضيات حول الزوايا. اللي أول مرة تيشوف القناة ديالنا ما ينساش يشارك معنا في القناة باش يوصلوا كل جديد، وما ينساش يخلينا للايك. إذن عندنا دخلوا للدرس. عندنا الزوايا، الزوايا اتعرفوا الزوايا واميزوا انواعها. عندنا انواع من الزوايا. عندنا النوع الاول زاويه منفرجه وهي على هذا الشكل، هذا هو راس الزاويه، هذو هما الاضلاع ديالها. زاويه منفرجه هذا هو الراس وهذو هما الاضلاع. عندنا الزاويه قائمه هي على هذا الشكل، هذا هو راس الزاويه، هذو هما الاضلاع ديالها. عندنا الزاويه الحاده هي على هذا الشكل، هذا هو راس الزاويه وهذو هما الاضلاع ديالها. اذا عندنا الزاويه المنفرجه، الزاويه القائمه، الزاويه الحاده. دابا غندخلوا للتعريف. تعريف: الزاويه المنفرجه اكبر من الزاويه القائمه. الزاوية المنفرجة أكبر من الزاوية القائمة. باش غادي نعرفوا بأن الزاوية المنفرجة أكبر من الزاوية القائمة، بالمنقالة. تناخذ المنقالة تنحطو على الزاوية. عندنا هنا واحد النقطة كيفما تنشوفو هي نقطة الوسط، هي هادي، تنحطوها على رأس الزاوية بحال هاد الشكل. هذا ها هي على رأس الزاوية، هنا هي على رأس الزاوية، هو رأس الزاوية. تنحطو هاد النقطة هادي على رأس الزاوية بالضبط بحال هكا، هاهي على رأس الزاوية. دابا غنحسبو من هنا هاد الزاوية المنفرجة شحال في الضلع ديالها، شحال فيها. عندنا 10 20 30 40 50 60 70 80 90. هادي 90 تتكون في الزاوية القائمة. دائما الزاوية القائمة تتكون فيها 90 درجة، الزاوية القائمة تتكون فيها 90 درجة. أما الزاوية المنفرجة والزاوية الحادة على حسب تيخصنا نعبروها. دائما تتعبر الزاوية الحادة والزاوية المنفرجة تيخصنا نحسبو الضلع ديالها شحال فيه من درجة. إذا 90 100 110 120، هاد الزاوية المنفرجة فيها 120 درجة. غادي نمشيو عند الزاوية القائمة. هي الزاوية القائمة كما قلنا سابقا بأن تتكون فيها 90. دابا غادي نثبتو بأن فيها 90 درجة. ها هي الزاوية القائمة، غادي نحطو دائما هذيك النقطة على رأس الزاوية. من هنا تتبدا 10 20 30 40 50 60 70 80، هي 90 درجة، فيها 90 درجة. أما الزاوية المنفرجة فيها 120 درجة. إذا الزاوية المنفرجة أكبر من الزاوية القائمة كما قالوها لنا في التعريف. قلنا الزاوية المنفرجة أكبر من الزاوية القائمة كما شفناها. الزاوية الحادة أصغر من الزاوية القائمة. نشوفوا الزاوية الحادة كما قلنا تنديرو نقطة على رأس الزاوية بحال هاد الشكل. هذا أن الزاوية الحادة فيها 10 20 30 40، فيها 50 درجة. إذا 50 درجة. والزاوية القائمة فيها 90 درجة. إذا الزاوية الحادة أصغر من الزاوية القائمة كيف ما قالوا لنا في الملخص في التعريف. كما تعرفنا بأن الزاوية المنفرجة أكبر من الزاوية القائمة، والزاوية الحادة أصغر من الزاوية القائمة. أما الزاوية القائمة تتكون وسطها. غادي نشوفوا التمرين لنلاحظ الشكل جيدا. نشوفوا هذا الشكل. هذا قالوا لنا في السؤال: ماذا تسمى نوع زوايا هذا الشكل؟ هذا الشكل نوع الزوايا اللي كاينه فيه. كما تنشوفوا
بأنها تشبه زوايا قائمة، ولكن غادي نزيدو نتعرفوا عليها بالضبط من خلال هاد الكوس. إذا عندنا هنا كيف ما شفنا أن هنا زاوية قائمة، هنا عندنا زاوية قائمة، هاهي زاوية قائمة هكا تحسب بحال هكا زاوية قائمة. غادي نشوفوها من هاد الاتجاه هذا، كما تنشوفو عندنا هنايا زاوية قائمة، عندنا هنا زاوية قائمة، هاهي الزاوية القائمة. نشوفوها في الاتجاه الآخر، دائما الزاوية القائمة تنعبروها بهاد الجهة من الميزوات، ماشي هاد الجهة وماشي هاد الجهة، هاد الجهة هادي اللي فيها الأعداد هي مطابقة للزاوية القائمة. هنا غادي نشوفو كما شفنا هنا، عاوتاني عندنا زاوية قائمة، هاهي عندنا هنا زاوية قائمة بحال هاد الشكل هذا. ما يهمش فين الاتجاه هي مقلوبة، المهم تكون فيها زاوية قائمة. غادي نشوفو هاد الشكل هذا، هاهو هنا كما شفنا هنا عندنا زاوية قائمة، هنا هكا زاوية قائمة هكا. غادي نشوفو هاد الشكل هذا، كما شفنا هنا عندنا زاوية قائمة حتى هي تحسب بهاد الاتجاه. غادي نشوفو هنا عندنا زاوية قائمة، كما تلاحظو هنا عندنا زاوية قائمة وهنا زاوية قائمة إلى آخر. إذا هادو هاد الشكل عبارة عن زوايا قائمة، هاد الشكل عبارة عن زوايا قائمة، كل فيه زوايا قائمة. دابا غادي نشوفو هاد أنواع الزوايا، نلاحظو مزيان. عندنا هذه زاوية كما تلاحظوا بأنها زاوية منفرجة وتنرمزوا لها بأ، هذه زاوية قائمة ربما حتى نشوفوها بالمنقلة بي وتنرمزوا لها بي، هذه زاوية حادة تنرمزوا لها بسي، وهذه زاوية تنرمزوا لها بدي، وهذه زاوية تنرمزوا لها بأو، هذه زاوية تنرمزو لها بإف. إذا عندنا أ بي سي دي أو إف، أ بي سي دي أو إف. إذا هنا طرحولنا قالولنا أنواع الزوايا، غادي نديرو هنا أنواع الزوايا. هنا زوايا قائمة، قلبو على الزوايا القائمة اللي نشكو فيهم زاوية قائمة، ضروري ناخدو الكوس ونتأكدوا. هذه كنا شكينا في بي بأنها زاوية قائمة، دابا غادي نشوفو واش زاوية قائمة. نعم هي زاوية قائمة كيف ما تتشوفو، زاوية قائمة. إذا عندنا بي زاوية قائمة، بي اللي تنرمزو ليها زاوية قائمة. غادي نشوفو كنا شاكين في الدي، غادي نشوفوها بالكوس. نعم الدي زاوية قائمة كيف ما شفتو، زاوية قائمة، هي زاوية قائمة، الدي زاوية قائمة. غادي نشوفو كنا شاكين في اف، غادي نشوفو كما تتشوفوا معايا اف، اف زاوية قائمة، اف زاوية قائمة.
اف زاويه قائم. دابا غنشوفو قالوا لنا زوايا اصغر من الزاويه القائمه. زوايا اصغر من الزاويه القائمه كيف ما نتذكروا سابقا شنو قلنا؟ شنو هما الزوايا اللي اصغر من الزاويه القائمه؟ الزوايا اللي اصغر من الزوايا القائمه وهي الزاويه الحاده. الزاويه الحاده ان هنا هذه زاويه منفرجه، هذه قلنا زاويه قائمه، هذه سي زاويه حاده. الزاويه الحاده اصغر من الزاويه القائمه، سي زاويه حاده وهي اصغر من الزاويه القائمه. عندنا دي زاويه قائمه، او زاويه حاده وهي اصغر من الزاويه القائمه. نلاحظوا ان اف زاويه قائمه. اذا عندنا نموذج سي و او زوايا حاده وهي اصغر من الزاويه القائمه. نركزوا هنا على اصغر وعلى اكبر. اصغر واكبر هما اللي غنركزوا عليهم هنا. اذا عندنا سي و او زوايا حاده وهي اصغر من الزاويه القائمه. سي و او زوايا حاده وهي اصغر، الزوايا الحاده اصغر من الزاويه القائمه. غادي نشوف هنا قالنا زوايا اكبر من الزاويه القائمه. شنو هما الزوايا اللي قلنا اكبر؟ قلنا هي الزوايا الحاده. نلاحظوا هنا ان ا هي الزاويه المنفرجه، عفوا الزوايا الاكبر من الزاويه القائمه عفوا وهي الزاويه المنفرجه. تنرمزوا ليها ب ا، هذه هي الزاويه الاكبر من الزاويه القائمه وسميتها زاويه منفرجه. عفوا دابا غادي نشوفو تمرين اخر. عفوا تطبيق. تعرف على الشكل التالي. عندنا الشكل هنا شكل خماسي، سميناه هاد الشكل الخماسي سميناه ا بي سي دي او. ا بي سي دي او لونناه بهاد الالوان، غادي نطبقوه. قلنا تعرف انواع الزوايا في هذا الشكل. هاد الشكل غنعرفو انواع الزوايا. نجيو للجدول. قلنا ها الزاويه او ا بي تسميتها ا بي سي بي سي دي سي دي او. غادي نشوف اول زاويه اللي تنرمزو ليها ب او ا ب. شوفوا او ا ب ها هي الزاويه ملونه باللون ازرق. نتعرفوا عليها من هذا اللون الازرق. دابا غادي نتعرفوا عليها الشكل ديالها. الشكل ديالها زاوية حادة، زاوية حادة وهي زاوية حادة، زاوية حادة. او ا بي او ا بي وهي زاوية حادة. غادي نشوفو الشكل آخر قالو لنا ا بي سي. نشوفو ا بي سي ا بي سي شيبان ليكم في هاد الزاويه هادي وهي ملونه باللون البرتقالي. شيبان ليكم وهي زاويه منفرجه ماشي قائمه. باش ناكدوا بانها ماشي قائمه غادي نجيبو الكوس. ها هي شتيها انها زاويه منفرجه ماشي زاويه حاده وماشي زاويه قائمه. تتاخد هاد الشكل هذا من ا ب س معناتها تاخذ هذا الشكل وهي زاويه منفرجه لونها بالبرتقالي. اكتبوا ليها زاويه منفرجه، زاويه منفرجه. عندنا شكل اخر
رمزوا ليه ب بي سي دي. بي سي دي بي سي دي تيبان لنا على شكل زاوية قائمة. بي سي دي ترمز لنا بحال زاوية قائمة، ولكن حنا غادي نتأكدو وسط الكوس نشوفوها واش زاوية قائمة. نعم زاوية قائمة، هذه زاوية قائمة بي سي بي سي دي زاوية قائمة. غادي نلونوها باللون الأحمر، نلونها باللون الأحمر، نلونوها باللون الأحمر. غادي نكتبو ليها شكلها زاوية قائمة. عندنا الشكل الأخير وهو سي دي أ. سي دي أ سي دي أ بحال الشكل ديال أ أ سي، ترمز لنا بأنه زاوية حادة بحال أ أ بي زاوية حادة، و سي دي أ أ زاوية حادة عفوا. إذن سي دي أ هو الشكل ديالو زاوية حادة بالأصفر. قولي زاوية حادة كما تلاحظوا هو هذا الشكل، خرجناه زوايا او ا بي او ا بي قلنا بانها زاوية حادة، ا بي سي ا بي سي زاوية منفرجة، بي سي دي زاوية قائمة، سي دي او زاوية حادة. مادو تنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناة ليصلكم كل جديد، وما تبخلوش علينا بالكومنتير وبلي لايك ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.